أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحافة الأسبوع، معي أنا عبد الله مخبر. والبداية من صحيفة الأيام، حيث نشرت هذا الخبر الذي طالب فيه ناشطون سياسيون يمنيون بضرورة إفراج بريطانيا عما يربو على 100 مليون دولار يحتجزها بنك إنجلترا وتخص الحكومة اليمنية منذ 4 أعوام. وتابعت الصحيفة: تساءل الناشطون عن هذا المبلغ الكبير وهل يستفاد من عوائده في ظل معاناة اليمنيين، خاصة وأنه يمكن اليمن من استيراد الغذاء ودفع الرواتب والمساعدة في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي تردد بريطانيا نفسها دوما التخلص منها. من جهته يقول الناشط والكاتب همدان العلي لصحيفة الأيام إن تعنت البريطانيين بشأن عدم الإفراج عن الأموال الحكومة اليمنية المجمدة منذ 4 سنوات هدفه واضح، وهو إفشال الحكومة وجعلها في مستوى واحد مع الإنقلابيين الحوثيين. وقالت الصحيفة أن محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام سبق أن أكد في مقابلة سابقة مع الشرق الأوسط أن بنك إنجلترا جمد حساب الحكومة اليمنية، وقال: للأسف الشديد المملكة المتحدة وهي تنادي وتحرص على مساعدة اليمن وتحذر من مجاعة هي من تمنع البنك المركزي من استخدام أمواله. تناولت صحيفة الأيام في نافذة المراقب السياسي مقال بعنوان: سنة اللعبة السياسية ضد الجنوب، فماذا بعد 2018؟ ووصف الكاتب هذه السنة بأنها كانت سنة اللعبة السياسية الجديدة التي يسعى تحالف جديد هو الشرعية والحوثي والمبعوث الأممي إلى خنق أي فرصة للجنوبيين للظهور على الساحة الدولية على الرغم من كونهم الفاعلين على الأرض. وقال بأنها سنة ظهر فيها تكريس التدمير واللامبالاة بعدن والجنوب، ولا بد من استشراف المستقبل بالاستفادة مما حدث عبر تلك السنة الماضية. وتابع الكاتب: إننا اليوم أحوج ما نكون إلى التغيير، تغيير جذري من القمة إلى القواعد، تغيير يبدأ من مكتب رئاسة الجمهورية إلى أصغر موظف في الدولة. فلن يستقيم الحال في ظل فوضى إدارية لم تشهدها عدن والجنوب عامة في التاريخ من قبل. وأضاف الكاتب: إن الخنوع وقبول الحال على ما هو عليه هو أصل المشكلة، وليس في اليمن أو الجنوب بل في العالم العربي كافة الذي تم تعليمه ل50 عاما بقبول الحال وعدم الاعتراض ومعاداة التغيير، بينما علمنا الإسلام أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واختتم الكاتب المقال: احتجوا وأسمعوا أصواتكم للعالم، فالعالم لا يأبه للقانعين، وإلا فاستعدوا لعام جديد من معاناة أكبر وأشد قسوة على الجميع لا يعلم العالم عنها شيء. عرجت صحيفة الأيام بأن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قال إن الأزمة اليمنية ستشهد خلال هذا العام انفراجاً مع استمرار للأزمة الخليجية. وأشار قرقاش في تغريدات نشرها بمناسبة السنة الجديدة إلى أن التحالف العربي في اليمن سيتمتع في العام الجديد بموقع أفضل، مضيفاً أنه سيشهد انفراجات الأزمة وتضعضعاً سياسياً لموقف الحوثي. وقال الوزير الإماراتي: الطريق ما زال وعراً، والمسائل اليمنية لابد من أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكن وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلاً. ذكرت صحيفة الأيام في هذا الخبر عن مقتل 4 أشخاص في دار سعد بسبب 100 ريال. وعلمت الأيام من مصدر محلي أن الاشتباكات التي تدور بين مسلحين من سكان مديرية دار سعد بمحافظة عدن أسفرت عن سقوط 4 قتلى و10 جرحى. وقالت الصحيفة: لم تتضح الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات بين الطرفين، غير أن هناك معلومات تتردد بين السكان مفادها أن شخصين من أسرتين اختلفا على 100 ريال
ثم تطور الخلاف إلى استخدام السلاح الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. ووجه مدير عام مديرية دار سعد حسب ما ذكرت الصحيفة مذكرة إلى إدارة أمن عدن يطالب فيها بالتدخل وإرسال قوة أمنية لفض الاشتباكات والقبض على المسلحين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وبما يسهم في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والحفاظ على السكينة العامة بالمنطقة. وإلى صحيفة الشرق الأوسط حيث قالت إن مصدر في الحكومة اليمنية اتهم الجماعة الحوثية بالانقلاب على التفاهم الذي أحرزته في الأيام الماضية لجنة التنسيق المشترك لإعادة نشر القوات برئاسة الجنرال الهولندي كومارد وفريقه الأممي نافيا صحة المزاعم الحوثية حول بدء انسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة ومينائها. وأضافت الصحيفة أن المصدر ذاته أكد أن الجماعة الحوثية تحاول الالتفاف على اتفاق السويد من خلال محاولة تنفيذ تسليم صوري للميناء والمدينة عبر الإيهام بانسحاب عناصرها وإعادتهم ببزات الشرطة ولباس قوات الأمن المحلية. وهو ما يعني بحسب المصدر أن الجماعة تحاول أن تسلم المدينة والميناء بيد لتسلمها باليد الأخرى. وتابعت الصحيفة بحسب مصادر مقربة من الجماعة الحوثية في صنعاء أثارت مسألة الموافقة على الانسحاب من المدينة وموانئها صراعا بين أجنحتها إذ يرفض الجناح الذي يقوده عبد الكريم الحوثي ومحمد علي الحوثي ومعهم القيادي في الجماعة أبو علي الحاكم الانسحاب من حيث المبدأ واعتبار مجرد التعاطي مع اتفاق السويد نوعا من الخيانة لأهداف الجماعة ومحاولة لإحباط معنويات أتباعها. وفي حين لا يمانع رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط ومعه المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام والقيادات المحسوبة على جناح المؤتمر الشعبي الخاضع للميليشيات في صنعاء من أن تسلم المدينة وموانئها مع ضمان الحفاظ على المصالح المالية التي حققها قادة الجماعة منذ الانقلاب. لذلك ينتظر أتباعها ظهور زعيمهم عبد الملك الحوثي للفصل بين الجناحين المتصارعين. وإلى صحيفة الوطن حيث قالت إن مراقب الأمم المتحدة إلى اليمن يطالب ميليشيات إيران بتنفيذ تعهداتها حول الحديدة. وأضافت الصحيفة أن المراقب الأممي أعرب عن خيبة أمله لعدم فتح الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء كممر إنساني لتقديم المساعدات الإنسانية. حيث تشير تقارير إعلامية عن رفض الميليشيات نزع الألغام عن الطريق الرئيسي للقافلة. وتابعت الصحيفة ظلت منافذ مدينة الحديدة مغلقة أمام مرور المساعدات الإنسانية حيث أن ميليشيات الحوثي لم تلتزم بالاتفاق الذي أقرته اللجنة الثلاثية ولم تلتزم بفتح الطريق بل واصلت الخروقات لقصف مواقع الجيش اليمني والأحياء السكنية جنوب وشرق مدينة الحديدة. وقالت أن قوات المقاومة المشتركة باشرت فتح الطريق الرئيسي ورفع الحواجز والسواتر الترابية لتأمين مرور القوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية تنفيذا لالتزاماتها بموجب بنود اتفاق السويد واجتماعات لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة. وفي صحيفة العرب الحوثيون يسرقون الغذاء من أفواه اليمنيين. بهذا العنوان كشف برنامج الأغذية العالمي لصحيفة العرب اللندنية أن مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون من الجوع الشديد تسرق وتباع في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. وقال المدير التنفيذي في البرنامج لصحيفة العرب إن هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام. ويعد هذا فعلا شانئا يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور. وقال برنامج الأغذية العالمي إن مراقبيه جمعوا صورا وأدلة أخرى تثبت نقل الطعام بشكل غير مشروع على متن شاحنات من مراكز مخصصة لتوزيع الطعام وإن مسؤولين محليين يزيفون السجلات ويتلاعبون في اختيار المستفيدين. ونختتم من صحيفة البيان الإماراتية التي نقلت عن رويترز خبر يقول شيع معزون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جثمان الطفل عبد الله حسن الذي توفي في سن عامين والذي جاهدت أمه اليمنية لرؤيته قبل وفاته بعد أن انفصل عنها منذ أكثر من عام بسبب الحظر على السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي ترامب.
وقال علي حسن والد الطفل في مراسيم تأبين ابنه إنه ليس غاضبا لكنه يأمل أن تسهم تجربة أسرته في تغيير السياسات بما يسهل السفر على الأسر التي فرق شملها الحضر. وتابعت الصحيفة أنه لم يسمح لشيماء صويلح والدة الطفل اليمنية الجنسية بدخول الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية حظرا رئاسيا يستهدف مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن. وقالت الصحيفة أن الطفل عبد الله عانى من مرض نادر يصيب المخ ونقل إلى مستشفى الأطفال في أوكلاند قبل 5 أشهر، وأحجم الأب عن رفع أجهزة الإشاعة عنه لتتمكن والدته من الحضور لرؤيته ووداعه. وبعد نشر قصة الأسرة أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء وسمحت للأم بدخول الولايات المتحدة الأمريكية. وإلى كاريكاتير هذا الأسبوع من صحيفة العرب اللندنية. بهذا الكاريكاتير مشاهدين الكرام من صحيفة العرب اللندنية وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صحافة الأسبوع، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي، هذا أنا ومن طاقم العمل، لكم من أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.